السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مس نسرين من مدارس السابلة. اليوم إن شاء الله رح ندرس درس حجم المنشور الثلاثي القائم ومساحة سطحه. بالدرس الماضي شبكات تعرفنا فيه على أنواع وأشكال وأسماء الأشكال اللي رح ندرسها خلال هذا الفصل. هلأ رح ندخل بكل شكل، بشكل منفصل وبشكل أيضا مفصل. اليوم معنا حجم المنشور. المنشور اللي هو هذا، طبعا هذا المنشور الثلاثي متكون من قاعدتين مثلثتين الشكل، وباقي الأوجه زي ما أنتم شايفين مستطيلة. تمام، خلينا ننتقل للشرح. إذا المنشور هو شكل هندسي له قاعدتان مثلثتان الشكل وأوجه مستطيلة. مساحة قاعدته، أوكي، مساحة قاعدة لأنه بدها تلزمنا، تساوي مساحة المثلث لأنها أصلاً قاعدته مثلثة الشكل، ويساوي نص ضرب قاعدة المثلث ضرب ارتفاع المثلث. وارتفاع المنشور لازم نكون عارفين شو هو الارتفاع المنشور، هو البعد بين القاعدتين، بعد بين القاعدتين. إذا زي ما أنتم شايفين المثلث قاعدته مثلثة الشكل، عشان هيك إحنا لما حسبنا مساحتها حسبنا مساحة المثلث. وأيضا الارتفاع هو دائما البعد بين القاعدتين، يعني مثلا هون القاعدتين هي واحدة وهي واحدة، هذا البعد بيناتهم أو هذا، أوكي، حسب وين موجودين القاعدتين البعد بيناتهم هو اللي بيكون معطى على أساس إنه ارتفاع. هلأ إحنا بدنا نتعرف على القوانين اللي رح تلزمنا بهذا الدرس، ولازم حفظهم، لازم حفظهم. حجم المنشور رح يطلب منا إنه نوجد حجم المنشور، وهو مساحة القاعدة اللي هو إحنا حكينا إنه نفس المثلث، مساحة المثلث ضرب ارتفاع المنشور. الارتفاع اتفقنا إنه هو البعد بين القاعدتين. المساحة الجانبية يساوي محيط القاعدة، بمعنى آخر محيط المثلث، ضرب ارتفاع المنشور. المساحة الكلية يساوي المساحة الجانبية اللي هي هاي نفسها، أوكي، زائد مساحة القاعدتين، مش مساحة القاعدة الواحدة، القاعدتين، أوكي. طيب هلأ قبل ما ننتقل للأسئلة خليني أفرجيكم شغلة. هلأ بما إحنا هون عنا القاعدة تاعت المنشور مثلثة الشكل، فرح تجينا بهدول الشكلين، يعني يا هذا الشكل مثلث قائم يا بهذا الشكل. بمثلث القائم دائما الارتفاع والقاعدة ما بيفرقوا عنا، نعتبر هذا ارتفاع أو هذا قاعدة، it's up to you، ماشي؟ المهم هما بيكونوا أحد أضلاع المثلث، لأنه مثلث قائم مساوي، يعني إذا نحسب مساحته نص ضارب القاعدة ضرب الارتفاع. أنا حسبت إنه القاعدة 3 والارتفاع 4، أو ممكن حدا 4 الارتفاع والقاعدة 3، ما بتفرق، أوكي؟ أما المثلث الآخر بيكون على هذا الشكل، بغض النظر إيش اسمه، بس مثلث غير قائم. المهم ارتفاع المثلث بيكون هو عمود أو خط نازل من أحد زوايا المثلث إلى قاعدته، أوكي، هذا هو الارتفاع. طبعا ممكن يتواجهنا هون بالأسئلة التركات، إنه مثلا يعطوني هذا المثلث، يعطوني الوتر، ويعطوني مثلا الثلاث، بيبقى عندنا الأربعة بدنا نعرفها كيف، نظرية فيثاغورس، تمام. طيب ممكن كمان هذا المثلث يكون مثلا متساوي الأضلاع، إذا هذا العمود النازل هو قائم الزاوية، أوكي؟ مثلا أعطوني هذا طوله معلوم، مثلا نحكي 5 وهذا 3، هذا بدنا نطلعه كمان الارتفاع على نظرية فيثاغورس. طبعا لو هذا كله 6 نتذكر إنه هذا خط بقسم، بتصير هون 3 وهون 3. تمام، خلينا يلا ننتقل للأسئلة. تدريب 1 صفحة 99، حاكي لي جد حجم المنشور الثلاثي المجاور، راسم لي منشور ومحطط عليه أطوال أضلاع. خلينا أول إشي نستذكر شو حجم المنشور. حجم المنشور يساوي مساحة القاعدة ضرب ارتفاع المنشور. لازم أوجد مساحة القاعدة اللي هي مساحة المثلث وأضربها بالارتفاع المنشور عشان ألاقي الحجم. فأول إشي دا روح ألاقي مساحة القاعدة وتساوي مساحة المثلث القائم. كتبت قائم عشان أتذكر إنه قاعدته وارتفاعه هي أضلاعه نفسها، هي المثلث عندنا، هي القاعدة تبعته مثلثة الشكل، أوكي؟ نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، نص ضرب 12 ضرب 5 أو نص ضرب 5 ضرب 12 ما بتفرق معنا، يساوي 30 سنتيمتر مربع. طيب وكمان بدنا ننتبه على شغلة، ارتفاع المثلث يعني القانون تاعه نص ضرب قاعدة المثلث ضرب ارتفاع المثلث، ارتفاع المثلث بيختلف عن ارتفاع المنشور، خلينا نكون مسيطرين على هاي النقطة، أوكي؟ فالمهم بعد ما طلعنا مساحته رحنا بس
بدنا نحسب الحجم، حجم تساوي المساحة اللي هو احنا طلعناها 30. طب الارتفاع من وين جبتها؟ الارتفاع دائما هي المسافة بين القاعدتين، هي قاعدته الأولى هي قاعدته الثانية، المسافة بيناتهم معطيني 9 سنتيمتر، وضربت فضربت ب 9 تساوي 270 سنتيمتر مكعب. طبعا الارتفاع عادة بيكون هو ضلع معلوم، اوكي، ضلع بيكون خارج المثلث خارج القاعدة، خلص بناخده دائما على أساس انه ارتفاع. خلينا ننتقل للمثال اللي بعده. هذا مثال 2 صفحة 99، بيحكي لي احسب المساحة الكلية والجانبية لسطح المنشور، تمام؟ اوكي، هلأ هاي الرسمة اللي معطيني إياها ومعطيني عليها أطوال زي ما أنتوا عارفين. هلأ دائماً بس دائماً دائماً وأبداً عشان نحسب المساحة الكلية لازم أحسب المساحة الجانبية. ليش؟ ليش؟ لأن المساحة الكلية من ضمن قانونها المساحة الجانبية، المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، فأنا من دون المساحة الجانبية ما رح أقدر أطلع المساحة الكلية. فسواء طلبوها بالسؤال أو ما طلبوها خليها دائما هي خطوة رقم واحد لكم عشان تقدروا تطلعوا المساحة الكلية. إذا المساحة الجانبية قانونها اللي إحنا لازم نفرض حافظينه يساوي محيط القاعدة ضرب ارتفاع المنشور. نتذكر مع بعض القاعدة على شكل إيش؟ على شكل مثلث اللي هي هذا مثلث. طيب محيط المثلث، مين بيعرف محيط المثلث؟ دائما محيط المثلث يساوي مجموع أطوال أضلاعه، يساوي مجموع أطوال أضلاعه. طيب إذا بنروح نطلع على القاعدة اللي هي مثلثة، نجمع أطوال أضلاعها 12 زائد 5 زائد 13، وهذا اللي عملته هون، 5 زائد 12 زائد 13 ضرب ارتفاع المنشور، مش ارتفاع المثلث، ارتفاع المنشور. طب شو هو ارتفاع المنشور؟ هو المسافة بين قاعدتيه، أوكي؟ هي قاعدته الأولى، قاعدته الثانية ورا، أوكي؟ إذا إيش المسافة؟ 10 في ارتفاعه 10. طبعا حكيت من دون ما أنتوا تشوفوا وين القاعدتين وتشوفوا المسافة، هو اللي بيكون الضلع المعطى خارج المثلث ودائما اعتبروه الارتفاع. فأنا جمعتهم طلعوا 30 ضرب 10 يساوي 300 سنتيمتر مربع. هلأ نيجي للمساحة الكلية، المساحة الكلية هي المساحة الجانبية اللي طلعتها أصلا زائد مساحة القاعدتين، ننتبه إنهم قاعدتين مش قاعدة واحدة. المساحة الجانبية اللي هي 300، طب مساحة القاعدتين بطلع مساحة قاعدة المثلث وبعدين بضربه باثنين، إذا مساحة القاعدتين 2 ضرب مساحة المثلث لأنه بده ثنتين مش واحدة. ف قديش مساحة المثلث؟ نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، طبعا هي القاعدة وهي الارتفاع، القاعدة والارتفاع هم أضلاع المثلث. طبعا مس دائما انتبهوا انه قاعدته وارتفاعه بقدر اخذ اي وحده منهم باستثناء الوتر، باستثناء مين؟ الوتر، تمام. 12 ضرب 5 ضرب نص ضرب 2 صفة، هذا لما ضربته مع بعض طلع 30 ضرب 2 اللي برا صارت 60، 30 ضرب 2 60 زائد 300 تساوي 360 سنتيمتر مكعب، تمام. هلأ بدي أحكي شغلة، أنا هون حاطة زي ما أنتم ملاحظين على 13 دائرة، ليش حاطة عليها؟ لأنه هي بالسؤال أصلاً بالمثال كانت سين قيمة مجهولة، فبيحكولك زي كأنهم بيحكولك روح طلعها بعدين روح حل. طب كيف نطلعها؟ زي ما قلت لكم هاي التركات اللي بتيجي على المثلث، كيف إذا كانت سين هاي رح تكون على هذا الشكل 5 12 وسين، كيف تطلعها؟ عادي على نظرية فيثاغورس، سين هي اللي تمثل الوتر، سين تربيع يساوي 5 تربيع زائد 12 تربيع وهكذا. عبل ما طلعت انه سين تربيع تساوي 169 فسين صفة جذر ال 169 اللي هو 13 سنتيمتر، تمام. خلينا ننتقل للمثال اللي بعده. هذولاك الأمثلة اللي حليناهم يعتبروا من الأمثلة المباشرة، خلينا هلأ نشوف أمثلة غير مباشرة شو ممكن يطلبوا منا. تدريب 2 صفحة 101 شو بيحكي لي؟ بيحكي لي منشور ثلاثي مساحة سطح الكلية 48 سنتيمتر مربع، إذا أعطاني مساحة سطحه الكلية ومساحته الجانبية 36 سنتيمتر مربع، جد مساحة قاعدته. أوكي طيب بنروح نشوف المطلوب مساحة القاعدة من أي قوانين إحنا بنقدر نطلعها؟ بنقدر نطلعها يا من الحجم يا من مساحة الكلية. طبعا حسب المعطيات اللي عندنا إحنا ما عندنا حجم بس عندنا مساحة كلية، إذا أنا بروح أحط قانون المساحة الكلية، المساحة الكلية يساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، تمام. نشوف المساحة الكلية معنا 48 تساوي المساحة الجانبية معنا الحمد لله معنا 36 زائد مساحة القاعدتين ما عندنا إياهم، فعملت ناقص 36 للطرفين
48 ناقص 36 12، هاي 12 تمثل مساحة القاعدتين. انتبهوا، قاعدتين مش قاعدة واحدة. طب هو المطلوب قاعدة مش قاعدتين، so بقسم بس على 2. إذا مساحة القاعدة الواحدة يساوي 12 على 2 ويساوي 6 سنتيمتر مربع. طبعا لاحظوا مس الوحدة، سنتيمتر مكعب تستخدم للحجم، سنتيمتر مربع تستخدم للمساحة، وسنتيمتر تستخدم للأطوال أو المحيط. تمام، يلا ننتقل لثمانية. السؤال الأول صفحة 102 بيحكي لي منشور ثلاثي أطوال قاعدته، قاعدته اللي هو الأطوال المثلث على التوالي هي 6 سنتيمتر 8 سنتيمتر و10 سنتيمتر وارتفاع 11. معطيني ارتفاعه جاهز، بيحكي لي إنه ارتفاع 11 جد. بده مطالب، أول مطلوب هو حجم المنشور. حجم احنا بنعرف إنه حجمه يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، والقاعدة هي مثلثة، فبدي أروح أطلع مساحة المثلث، ومساحة المثلث تساوي نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. طيب حكينا احنا المثلث بفرق اذا كان قائم او اذا كان مثلث عادي مش قائم. طيب شو تعرفني هذا المثلث هو قائم ولا مش قائم؟ هم مش رسمين لي اياه. في عندي قاعدة بقدر اعرف من خلالها اذا هذا قائم ولا مش قائم، اللي هي قاعدة فيثاغورس، صح؟ بروح اختبره. الوتر تربيع اللي هو اطول طول يساوي، هل يساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع؟ 10 تربيع 100، 6 تربيع 36، 8 تربيع 64. لو جمعنا هدول رح يطلعوا 100، اذا 100 تساوي 100، اذا هذا المثلث قائم. فانا بدي اروح ارسمه. رسمته الوتر 10 و6 و8، واحنا حكينا القاعده والارتفاع هما الضلعين الاخرى اللي بيكونوا 6 و8، 10 لا يعتبر منهم لانه وتر. إذا بروح أعمل نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، يعني نص ضرب 8 ضرب 6 ضرب الارتفاع المنشور اللي هم أعطاني إياه بالسؤال اللي هو 11. تمام؟ لما أحسب هذا الإشي بيطلع عندي 24، أضربه بال 11 بيطلع عندي 264 سنتيمتر مكعب، مكعب لأنه إحنا عم نحكي عن الحجم. نشوف شو المطلوب الثاني من هذا السؤال. تمام، مطلوب بفرع باء مساحة سطح المنشور الكلية، وإحنا حكينا لما يكون بده مساحة كلية شرط أساسي إني أول شيء أروح أطلع المساحة الجانبية عشان أقدر أستخدمها بالمساحة الكلية. إذا أول شيء المساحة الجانبية يساوي محيط القاعدة ضرب ارتفاع المنشور. محيط القاعدة هو مجموع أطوال أضلاع المثلث اللي عندي اللي هو 6 و8 و10، فجمعتهم ضرب ارتفاع المنشور اللي هو جاهز عندي 11، طلع عندي 264 سنتيمتر مربع. تمام، هلا ضل عندي المساحة الكلية. المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية اللي هي 264 زائد مساحة القاعدتين اللي هو 2 ضرب مساحة القاعدة الواحدة اللي هي مساحة المثلث، نص في قاعدته بارتفاعه. طلع عندي لما حسبت 264 زائد 48، فجمعتهم يساوي 312 سنتيمتر مربع، مربع لأنه إحنا عم نحكي عن مساحة. نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني صفحة 102 بيقول لي منشور ثلاثي حجمه 28 متر مكعب، بفرق سنتيمتر متر ديسيمتر، المهم وحدة طول، ومساحة قاعدته 7 متر مربع. جد ارتفاعه، المطلوب الارتفاع. الارتفاع من أي قوانين إحنا بنقدر نجيبه؟ بنقدر نجيبه من الحجم والمساحة الجانبية والمساحة الكلية، هذول كلهم نقدر نجيبه من يعني الارتفاع. طيب حسب معطيات السؤال شو عندي؟ عندي الحجم، إذا خلص دغري بروح أحط قانون الحجم. الحجم يساوي مساحة القاعدة ضرب ارتفاع المنشور، صح؟ قديش مساحة القاعدة هو معطيني إياها؟ 7، وقديش الحجم معطيني إياها؟ 28. ضل عندي الارتفاع مجهول، بقسم على 7 على كل الطرفين، تقسيم 7 تقسيم 7، فبصفي ارتفاع المنشور هو 28 7 اللي هو 4 متر. لاحظوا المتر من دون لا تربيع ولا تكعيب لأنه ارتفاع المنشور هو عبارة عن طول. يلا نشوف السؤال الثالث بتمرين ومثال. تمام، السؤال الثالث صفحة 102 ايش بيحكي لي؟ منشور ثلاثي مساحته الجانبية 31.5 سنتيمتر مربع وارتفاعه 4.5 سنتيمتر. جد محيط قاعدته، بده ايش؟ محيط قاعدته. طيب نفكر مع بعض، المحيط بأي قانون موجود؟ مش موجود إلا بقانون ايش؟ المساحة الجانبية، صح؟ إذا بروح أحط المساحة الجانبية يساوي محيط القاعدة ضرب ارتفاع المنشور. محيط القاعدة مجهولة بنزلها زي ما هي، ضرب ارتفاع 4.5
والمساحة الجانبية اللي هي 31.5. هلأ مس ممكن أنتوا تتلبكوا أنكم تستخدموا الأرقام 4.5 على هذا الشكل. طبعاً 4.5 مبينة، هي تكتب هكذا 4.5 4.5، لكن إذا إجاني رقم غير النص هيك الآلية كيف أحول هاي الأرقام. بضرب المقام بالعدد الصحيح، بعدين بجمع إله البسط وعلى نفس المقام. إذا 2 ضرب 31 اللي هو 32 زائد 62 سوري زائد 1 اللي هو بيطلع عندي 63 63. على نفس المقام اللي هو على نفس المقام هذا 63 على 2 طبعا بيطلع جواب 31.5 اللي هو اوريدي احنا حكينا. ونفس الشيء ل 4.5 نفس الطريقه، تضرب المقام بالرقم الصحيح وتجمع له البسط، وعلى نفس المقام 2 ضرب 4 8 زائد 1 9 على 2 يساوي تقسمهم مع بعض بيطلع 4.5. اوكي، هذا في حال رقم مش واضح زي النص نستخدم هاي الطريقه. المهم عشان اطلع محيط القاعده قسمت الطرفين على 4.5 على 4.5، صف عندي محيط القاعدة يساوي 31.5 على 4.5. طبعا مس دائما برياضيات لما الفاصلة بالقسمة بتروح مع الفاصلة بس بحالة واحدة، لما يكون أعداد الأعداد يعني عدد الأعداد العشرية بعد الفاصلة متساوي، يعني هون واحد في عدد واحد وهون في عدد واحد، خلص بتروح الفاصلة مع الفاصلة. بصف 315 على 45 نقسمهم بيطلع 7 سنتيمتر. أوكي، خلينا ننتقل للسؤال الرابع. طبعا السؤال الرابع يا مس يعتبر سؤال تريكي في فكرة. أوكي، خلينا نقرأ مع بعض وشوي شوي نفكر مع بعض. يمثل الشكل المجاور مثلث منشورا ثلاثيا مساحته الجانبية 80 سنتيمتر مربع، أعطاني المساحة الجانبية وارتفاعه 5 سنتيمتر. حلو، معطاني الارتفاع، والله ممتاز هذا. وقاعدته على شكل مثلث متطابق الضلعين، عشان هيك معطيني هون خط وهون خط، إذا أنتم ملاحظين هذا معناه متطابق الضلعين. طول قاعدته 6 سنتيمتر، طول قاعدة المثلث 6 سنتيمتر. جد مساحة سطحه الكلية، مساحة سطح الإيش الكلية. خلينا نشوف كيف بنحل السؤال. طبعا مس المساحة الكلية بنعرف كلنا قانونها، المفروض انه احنا نكون حافظينه، المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية هو اوريدي اعطاني اياها 80 زائد 2 ضرب مساحة القاعدة، يعني لانه بدي مساحة القاعدتين. طيب مساحة القاعدة شو هي؟ نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع اللي هي نفسها مساحة المثلث. القاعدة ما هي على شكل مثلث، نص ضرب القاعدة ذات المثلث ضرب الارتفاع. النص موجودة، هيها آمنا بالله. القاعدة 6، هم حكوا لي إنه القاعدة المثلث 6. طب ارتفاع المثلث ما أعطوني إياه، من دونه ما بقدر ألاقي المساحة الكلية. طب كيف شو بدي أروح أعمل؟ طيب خلينا نشوف. طبعا هذا الشكل عندي هون، مس دائما حكينا المثلث اللي بيكون مش قائم ارتفاعه بيكون الخط الواصل من الزاوية هاي للقاعدة. بس احنا عارفين كمان شغلة، انه مثلث متطابق الضلعين الخط الواصل بيكون عامودي، صح ولا مش صح؟ بيكون ايش ماله؟ عامودي. فاذا هذا المثلث او هذا المثلث صار مثلث قائم الزاوية، بقدر أطلع مثلا لو عرفت هذا الضلع بقدر اطلع الارتفاع عن طريق نظرية فيثاغورس. بس معضلتنا احنا اصلا ما بنعرف هذا الضلع. خلينا اول شيء نتفق على شغلة، الخط النازل من رأس المثلث إلى قاعدته ينصف القاعدة، صح؟ هون 3 سنتيمتر وهون 3. ضايل علي أعرف هذا الضلع عشان أقدر أطلع الارتفاع. نعتبر هذا الضلع اسمه سين، بس زي ما هذا اسمه سين هذا إيش اسمه كمان؟ سين. خلينا متفقين، إذا أطوال المثلث هاد سين وسين وستة سنتيمتر اللي هو القاعدة كاملة. آها، إذا بدي أستخدم المساحة الجانبية. المساحة الجانبية ليش استخدمتها؟ لأنه تساوي محيط القاعدة ضرب الارتفاع، ممكن يفيدني أني أقدر أطلع أطوال المثلث المجهولة. أها، طيب إذن عوضت مكان المساحة الجانبية 80 تساوي محيط القاعدة ما بعرفه ما حد أعطانيها ضرب الارتفاع اللي هو أوريدي أعطينا إياه بالسؤال 5، قسمت الطرفين على 5 طلع محيط القاعدة يساوي 16 سنتيمتر. تمام، 16 هاي من وين اجت؟ دائما محيط القاعده بيجي من مجموع اطوال المثلث اللي هم 6 وسين وسين، صح؟ 6 هذا كله وسين وسين. اذا ناقص 6 ناقص 6 بدي احاول اطلع قيمه سين يساوي 16 ناقص 6 10 يساوي سين زائد سين 2 سين. بدي اقسم الطرفين على 2 ط
طلعت سين تساوي قديش؟ 5 سنتيمتر. إذا قسمت الطرفين على 2 طلع السين تساوي 5 سنتيمتر. حلو، انت بعد ما عرفتي انه السين تساوي 5 وهاي 5، اذا هذا المثلث ظل ضلع واحد مجهول وهو مثلث قائم الزاوية. اذا بقدر اطلعه على نظرية فيثاغورس، انتبعوا معي. هذا الضلع اللي هون يعتبر ايش؟ يعتبر وتر، هو طوله 5، 5 تربيع يساوي 3 تربيع اللي هو هذا الضلع، لأنه منصف صار 3، زائد أنا سميت هذا الارتفاع عين، عين تربيع اللي هو مجهول. إذا بعد ما أحسب بتطلع عندي عين تساوي 4 سنتيمتر، وهو أصلا مثلث مجهول، مش مجهول، مشهور، أطوال أضلاعه 4 و3 و5، مشهور هذا أصلا، خلص من دون ما نطبق القاعدة لازم نحصره، تمام؟ طيب بعد ما أنا طلعت الارتفاع هون صف علي بس اني اعوض نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، نص ضرب 4 ضرب 6، عوضت الرقم اللي هون. حلو، 80 زائد بعد ما احسب، طبعا اكيد الاثنين هاي بتروح على 2 و4 ضرب 6 24، 80 زائد 24 104 سنتيمتر مربع، مربع لانه احنا عارفين المساحة. هيك يعطيكم الف عافية.